يعني حضرتك تحطنا في الصورة، كيف يسير اليوم داخل مسجد كمسجد السيدة نفيسة، وتحديدا في شهر رمضان الكريم؟ يعني كيف تكون الإعدادات، كيف يكون التجهيز لهذا اليوم؟ بداية، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد، يعني جزى الله قناة الناس خير الجزاء على هذا على هذه اللفتة الطيبة التي يذكرون فيها الأجواء الإيمانية والروحانية بمساجد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاه. وحضرتك يعني ذكرت كيف يمر اليوم في رمضان في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاه. الحقيقة نفحة الصيام ونفحة المكان يعني لها تأثير أو لهما تأثير خاص على الصائم. هناك بعض المحبين يأتي من منذ أن يفتح المسجد إلى قبيل المغرب، ما شاء الله، تجده يعني ممسكا بالمصحف لا يفارق المصحف، وفي يعني بعض الرواد أنا أعرفهم على تلك الحالة. أضف إلى ذلك أن كل فترة، يعني كل 10 دقائق أو كل نصف ساعة في صلاة جنازة، وخاصة بعد صلاة الظهر حوالي 20 جنازة أو 30 جنازة. يا الله يا الله. فطبعا هم يعني عايشين في حالة روحانية عالية جدا. وأضف إلى ذلك الزوار والمحبون الذين يأتون إلى مقام ستنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاه. وكل محب يأتي إلى هذا المكان يستشعر هذه الأجواء الإيمانية والروحانية. منذ الصباح إلى صلاة العصر في درس يومي بعد صلاة العصر، إما أنا أو أحد الزملاء الموجودين أو من ترسلهم وزارة الأوقاف من أساتذة الجامعات. كالأستاذ محمد أبو زيد الأمير مثلا، أستاذ الدكتور محمد أبو هاشم. إذن في درس في نفحة إيمانية بعد صلاة العصر، يظل المصلون والمحبون كما هم. ده من أول يوم يا دكتور؟ من أول يوم، يعني رمضان في مسجد السيدة نفيسة من أول يوم، ما شاء الله الناس متواجدين من بداية ما المسجد يفتح. إلى أذان المغرب، وصلاة الفجر لها مذاق خاص. طبعا طبعا، وخاصة فجر الجمعة. فجر الجمعة لا تكاد تجد مكان في المسجد. حتى الساحة الخارجية بعض الناس يصلون فيها، ما شاء الله. يعني فجر الجمعة له خصوصية في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. ما شاء الله. ده أكيد بيقابله على الجانب الآخر يا دكتور مجهودات بقى، مجهودات وتجهيز نظافة وإعداد. الصراحة النظافة التي قمنا بها في هذا العام، الكل كان يعمل، ما شاء الله. حتى أنا كنت آتي على الحرف كده الرخام، ما شاء الله، وبيدي كده وأشوف، ما شاء الله، وأقول لهم هي النظافة تبان من هنا. وأحط إيدي على السجاد كده وأشوف هل في تراب ولا لا. لكن مع كثرة الأعداد التي تدخل إلى المسجد وخاصة الجنازات، لازم مهما تنظف بتلاقي فيه بعض الأتربة القليلة، لكن بتحاولوا بشكل دوري، بشكل دوري باستمرار. يعني عدد القائمين تقريبا على المسجد قد إيه عشان الناس تكون معنا في الصورة نشوف الصورة؟ القائمين من عمال الأوقاف حوالي 12، ما شاء الله ما شاء الله، وفي عمال النظافة حوالي 7، ما شاء الله، ربنا يبارك، ما شاء الله. الذي يعني يفترق في مسجد سيدة نفيسة إن الكل يعمل، الكل يعمل على قدم وساق. حتى أنا باجي بس مباشر كده أثناء النظافة، مفاجئ، يعني أنا بقول لهم ما شاء الله أنا هأدخل عليكم ببث مباشر مفاجئ. نعم. فكل واحد بيكون ملتزم إن هو عارف إن في بث مباشر لفترة طويلة. مش إحنا مثلا بناخد بها حاجة، لا ده أنتوا، لا ده عملي، شيء عملي. ما شاء الله، وأنا واقف على كده على ده، وأحط إيدي على كل مكان اتنظف أشوف هل في أتربة ولا لا. كل ده لان حضراتكم عينيكم على المرتادي المسجد اللي هيجوا، اللي لازم يشوفوا المسجد في ابهى حله. انا بكون حريص كمان ما يشمش حاجه في السجاد، ما شاء الله، ما يعني شاء الله. مع كثره الاعداد، ما شاء الله، في بعض الناس يعني ما يبقى يعني يعني معذره في هذا التعبير، بيكون مع الارهاق الشراب بتاعه، ممكن يكون في رائحه، فانتوا بتحاولوا كمان تتعاملوا مع هذه العوار، ان احنا نحط معطر
على اساس ان 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 مرور هذه الشرابات في مكان السجاد ممكن يوجد بعض الايه الروائح، فاحنا باستمرار بنرش معطر.